هاي جايز، اليوم انا في مكان مختلف. اليوم موجوده في البحرين ومعاي الميك اب ارتست ازهار حبيل. هاي. طبعا اللي تابعوني في سناب شات وانستغرام كلهم يعرفون ازهار. سويت معاها ميك اب كلاس العام، وان شاء الله هالسنه بعد بنسوي ميك اب كلاس تاريخ 1/4 ان شاء الله. هالكلاس بيكون اكبر واحسن، وحتى الجودي باك بتكون وايد احلى. في عندنا تقريبا 25 براند مشاركين. فبنقول لكم الحين طريقه مختصره جدا شنو بسوي في الكلاس ان شاء الله. طبعا اول شيء بتكون فقرتي، بسوي ميك اب على عمري، بيكون ماي سيجنتشر لوك. بما ان انتم تحبون تتابعوني عشان تعرفون شنو احب استخدم، شنو الاشياء اللي احب استخدمها حق رموش، حق ايلاينر، حق فاونديشن، برايمر، كل شيء بنتكلم عنه ان شاء الله في فقرتي. هاي اول شيء. عقب بتكون عندنا دكتورة ليلى اللي تكلمت عنها اكثر في فيديو كيف اتخلص من حب الشباب، بتكون موجودة تتكلم عن البشرة والجمال. وعقبها بتكون معنا ازهار، وازهار بتسوي فقرة الميك اب البروفيشنال. فازهار قول لنا عن الفقرة اكثر. انا يعني ان شاء الله راح اسوي الفقرة تكون اعطيكم المفيد والمفيد المفيد. يعني بنبتدي من البيسك للبوتي ميك اب. راح اسوي ريلوكس، راح يكون داي ميك اب، راح يكون نايت ميك اب تو كاينز. زين ما بأحرق عليكم اللوكات لان اللوكات وايد حلوه بتناسب الجميع. يعني انا احاول دائما في كلاساتي ان انا اعطي الاشياء اللي تفيد الكل، يعني مو بس مثلا فئه معينه من الناس. ايوه. ف هاو تو بريبير سكين قبل الميك اب، شنو انواع البرشز، الفاونديشنز، الكونسيلرز والكوركترز، شنو الفرق بينهم، شنو احسن البرودكتس، بحيث ان انا يعني امكيج وايد ويوه وخبرتي. فكل هاي ان شاء الله راح اعطيكم اياها في الكلاس. وطبعا الميك اب ازهار بيكون على مودلز ان شاء الله، راح يكون تو مودلز. الميك اب بيكون على نفسي فبيكون مختلف ان شاء الله. وبعد بتكون في فرصه حق التطبيق. اي انا ابي اعطي فرصه حق التطبيق على اساس كل وحده تكون خذت، يعني شافت الثلاث لوكات خلاص خذت المعلومه اللي تناسبها وتفيدها، وممكن ان تجيب اغراضها في الكلاس وتقدر تطبق. اوكي سو ان شاء الله الكلاس بيكون في فندق العنوان دبي مول تاريخ 1/4 من الساعه 12 الظهر لين 6 في الليل ان شاء الله. لين الحين عندكم فرصه تاخذون التيكتس. التيكتس اسعارها وايد حلوه بالنسبه حق الجودي باك. الجودي باك طبعا سعرها اعلى بوايد من التيكت. الجودي باك تقريبا 5000 درهم. ترى مال البحرين كلهم غاروا، يعني في رحلتكم اهل دبي. فان شاء الله نشوفكم كلكم هناك ان شاء الله. ويا We'll see you. Bye. Bye.